السلام عليكم ورحمة الله، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد، بعد الجدل الواسع حول مدرجات او كتابة ملودية الجزائر 1921 في مدرجات ملعب الدويرة، ملعب الدويرة اليوم حيث يتم طلاء الفراغات بين احرف ملودية الجزائر 1921 وهو الملعب المخصص والمهدى مباشرة ورسميا لفريق ملودية العاصمة.